بيكم جميعا على قناة اشرح لي فرنساوي. صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتسمعنا فيه. انا ميسيو اسلام شجاع، مدرس اللغة الفرنسية ومنشئ قناة اشرح لي فرنساوي. في الفيديو اللي قبل كده اخدنا فيه ازاي نميز بين المذكر والمؤنث. في الفيديو ده هنتعلم فيه حاجة مهمة جدا واساسية جدا، وده لاننا كلنا بنستخدمها في حياتنا اليومية وكمان بشكل مستمر، وده لاننا هنتعلم النهاردة ازاي نحيي شخص وازاي نشكره وكمان ازاي نودعه. كمان في الفيديو ده هنتعلم فيه مجموعة من اهم الكلمات اللي بنستخدمها في حياتنا اليومية واللي هي في الاساس كلمات فرنسية. تابع الفيديو ده للاخر على قناة اشرح لي فرنساوي عشان تعرف كل ده واكتر كمان مع ميسيو اسلام شجاع. في كلمات كتير جدا بتسمعها وعارفها وربما كمان تكون بتنطقها وانت ما تعرفش انها كلمات فرنسية. في الفيديو ده هنتكلم فيه عن اهم التحيات واهم الكلمات العامة اللي احنا بنستخدمها بصفة مستمرة في حياتنا العامة واللي ليها علاقة باللغة الفرنسية. في الفيديو ده هنتكلم فيه عن الكلمات العامة المتعلقة بالمأكولات، متعلقة بالمشروبات، المتعلقة بوسائل المواصلات والاكسسوارات وغيرها من الكلمات اللي اصلها فرنسي ولكننا بنستخدمها في حياتنا العامة. وانت بتتعلم اللغة الفرنسية هتلاقي عندك مستويين للغة. انت كطالب بتدرس اللغة الفرنسية في اي كتاب بيديك المستويين المتوسطين للغة. فاللغة اللي بنتعامل فيها مع اشخاص من سننا، من نفس السن او من نفس العمر، اخواتك مثلا، اصدقائك في الفصل، بنتعامل فيها بشكل غير رسمي او بشكل مفهوش تكلف. اما اللغة اللي بنتعامل فيها مع اشخاص اكبر مننا في السن، مثلا بائع في محل او دكتور، او مثلا بتتعامل فيها مع المدرس بتاعك، في الحالة دي بنتعامل فيها بشكل رسمي او بشكل فيه تكلف شويتين، او بمعنى تاني بصيغة الاحترام، بنتكلم معاه بصيغة الاحترام، بمعنى بنقول له حضرتك او حضرتك. لما نتعلم اللغة الفرنسية هتلاقينا دايما بنتعامل او بنتكلم في النقطتين دول. لو انت بتحيي حد من اصدقائك ممكن نقول له التحية المشهورة جدا وهي صالي. صالي معناها اهلا وسهلا. لو انت مقابل حد وعايز تحييه او عايز تقول له اهلا وسهلا هنقول له صالي. صالي اسلام، صالي هبة، صالي احمد، صلي إيمان. أما لو بنتكلم في الليفل الأعلى شوية ممكن نستخدم كلمة بونجور. بونجور معناها صباح الخير. الكلمة دي بنستخدمها طول ما الشمس طالعة أو طول ما في نهار. أما أول ما الدنيا تبدأ تظلم شوية هنستخدم بونسوار. بونسوار معناها مساء الخير. الكلمتين دول عادة ما بنقولهم في إطار رسمي، وكمان ممكن نستخدم معاهم يا سيدي ويا سيدتي ويا آنسة، اللي هما مسيو، مادام، مادمازيل. مسيو، مادام، مادمازيل. بونجور مسيو، بونجور مادام، بونجور مادمازيل. بونسوار مسيو، بونسوار مادام، بونسوار مادمازيل. اما بقى لو انت عايز تودع الشخص، عايز تسيبه وتمشي، ممكن نستخدم معاه ابليس، شاو، ادومان، اتوتالير. ادومان معناها اشوفكو بكرة. اما اتوتالير معناها اشوفكو في وقت محدد. اما لو بنتكلم في الليفل الاعلى شوية او في شكل رسمي شوية ممكن نستخدم اوليفوار او ابيانتو. اوليفوار مادام، اوليفوار مسيو، اوليفوار مادمازيل. كلهم كده معناهم الى لقاء قريب. اما لو عايز اشكر حد هستخدم الكلمة المشهورة جدا جدا وهي كلمة ميرسي. ميرسي معناها شكرا، وممكن نقول ميرسي بيكوب معناها شكرا جزيلا. لو عايز ترد بقى على حد شكرك هتقول له ديريان
معناها لا عليك أو لا شكر على واجب، وممكن نقول له جي فوزان بغي أو جي تون بغي. جي فوزان بغي، جي تون بغي. لو عايز تعتذر لحد هنقول له كلمة من الكلمات دي باردون اكسكيوزي موا اكسكيوز موا، باردون اكسكيوزي موا اكسكيوز موا، وكلهم كده معناهم آسف. في الجزء الجاي بقى من الفيديو هنتكلم فيه عن مجموعة من الكلمات العامة المتعلقة بالأماكن أو المأكولات أو المشروبات واللي ليها علاقة باللغة الفرنسية. وبداية من هنا هتلاقيني مش بتكلم كتير، أنا هنطق الكلمة بالفرنسية مرة واحدة وحاسب لك مساحة ترددها معايا، وصورة هتدي لك معنى الكلمة وممكن ما تحتاجش معنى الكلمة كمان. بوتيك، بونك، كافيتيريا، سينما، سيرك، كافي، شالي، غاراج، اوتيل، اوبيرا، بيسين، بوست، ستاد، ستوديو، فيلا، افوكات، شيف، كوافير، دكتور، غارسو، فوتوغراف، ساندويتش، بيفتيك، بسكوي، بونبون، كافي، كرواسون، شيبس، شوكولا، جاتو، كيتشاب، كيوي، ليموناد، ماكاروني، مونغ، مايونيز، بيتي فور، بيتزا، باتون صالي، طومات، صلة، بلكون، كنبي، دوش، فوتوي، موكيت، فاز، تواليت، أباجور، باسكت بول، بوكس، أوند بول، أوكي، كاراتيه، جودو، بينج بونج، تنس، فولي بول، يوغا، اكسسوار، بوني، بلوز، بوت، كاسكيت، كوليه، كرافات، اشارب، جيلي، جاكيت، جيب، مايو، بنطلون، بلوفار، بيجاما، سابو، صندل، تيشيرت، اوتوبيس، بيسيكليت، مترو، ميكروباص، موتوسيكل. الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية هذا الفيديو، ولمزيد من الاستفادة يمكنك اعادة الفيديو من جديد، ولا تنسى دعم الفيديو بدعم لايك وشير وسبسكرايب لنستمر في تقديم كل ما هو جديد. شكرا لكم جزيل الشكر.